في ذات الملف ينضم أيضا إلينا الآن عبر الهاتف الأستاذة مروة محمد عبد الحليم الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك أستاذة منسي. أستاذة مروة، في البداية خليني أبدأ معاكي عن قوة الخلافات بين الإدارة الأمريكية وحكومة الاحتلال، كيف تريها أو تقيميها؟ هنتكلم إن الزيارة الخامسة لبلينكن والسادسة لإسرائيل بتوضح حجم الخلاف ما بين الإدارة الأمريكية والإدارة الإسرائيلية الحالية. الجولات الأربعة اللي قام بها بلينكن للمنطقة لم تحقق أي اختراقات تذكر في هذا الملف، وهذا يعني أن الولايات المتحدة كانت يعني غير راغبة في إنهاء الأزمة إلا لصالح المخطط الإسرائيلي. ولكن فشل دولة الاحتلال في تحقيق أي نتائج تذكر بخصوص الحرب التي قامت بها على قطاع غزة أو الوصول إلى أهدافها دفع الإدارة الأمريكية، وفي نفس الوقت في نفس الإطار كمان أن الوضع في الضفة الغربية أصبح معرض للانفجار، الأمر اللي بيعني أن الوضع في المنطقة كاد يذهب إلى اتجاهات أخرى لها سيناريوهات متعددة أكثر ضراوة وأكثر عنفا في المنطقة. وبالتالي دولة بلينكن في المنطقة بتعد طوق النجاة لكل من الولايات المتحدة ودولة الاحتلال لمنع اندلاع صراع إقليمي في منطقة الشرق الأوسط. ومع ذلك نرى أن هناك مراوغة من قبل الإدارة الأمريكية حوالين حل هذه الأزمة في ظل إعلان عدد من الدول الأوروبية رغبتها في إقامة دولة فلسطينية مستقلة والاعتراف بها. المراوغة يعني قد نراها في أن رؤية الإدارة الأمريكية للدولة الفلسطينية نراها أنها دولة بلا حدود، لم يحدد لها حدود، دولة منزوعة السلاح، دولة غير ليس لها صلات. كل هذا يعني أن الحل الأمريكي في إقامة دولة فلسطينية مستقلة قد يكون مراوغة، ولكن هذا لا يعني أن هناك اتجاه في الإدارة الأمريكية وضغط من قبل موظفي البيت الأبيض واحتجاجات في الداخل الأمريكي ضد الرئيس بايدن نحو تعامله في قطاع غزة، وهو ما قد يهدد مساره في الانتخابات واستطلاعات الرأي المتعلقة بالانتخابات المقبلة في نوفمبر المقبل. فبالتالي دولة بلينكن ممكن نكون انها آتية لتأتي لوضع حد الفشل حكومة الاحتلال وطوء النجاة لإدارة بايدن في الانتخابات الأمريكية المقبلة. طيب خلينا يعني نتحدث عن بعد آخر أيضا في هذه المسألة أستاذة مروة، مسألة توسع الصراعات في المنطقة يا فندم، ما الذي تحمله أيضا الزيارة بالنسبة لهذا الملف؟ هيكون في مقدمتها طبعا الهجوم الأخير التي تعرضت له القوات الأمريكية في قاعدة البرج 22 في الأردن، وأسفر عن مقتل طبعا 3 جنود وإصابة أكثر من 30 جندي، وده كان إشارة أو دلالة أن استهداف للجنود الأمريكيين وإحداث يعني إصابات حقيقية فيهم بشكل مباشر منذ بدء 7 أكتوبر. إحنا بنتكلم أن منذ أكتوبر الماضي القواعد الأمريكية في العراق وسوريا تعرضت ل 160 هجوم تقريبا، كانت معظمها يعني غير مؤثرة على الإطلاق، ولكن الهجوم الأخير الذي نتج عنه ضحايا كان لازم لي رد فعل وإشارة واضحة لتوسع الصراع في المنطقة. كنا متوقعين أن الرد الأمريكي هيكون حاسم في وقتها وسيتم توجيه ضربات مباشرة لطهران في ظل الخلاف ما بين الحزب الجمهوري والديمقراطي حول الرد على هذه العملية، وكان هنا الجمهوريين نقدر نقول ان هم كانوا حريصين او يريدوا توجيه ضربات مباشرة داخل الأراضي الإيرانية لردع طهران، ولكن نرى أن الرد الأمريكي هو ما يفسر لنا أنه لا يريد أو يرغب في توسيع الصراع. وتحجج يعني الرد الأمريكي حتى يعني جاء متأخرا بعدها بيومين تقريبا مستهدفا ضربات في سوريا والعراق وليس إيران، ومعللا ذلك أنه لا يريد استهداف إيران نظرا ل
يعني هو كان سبب واهي طبعا نظرا لسوء الاحوال الجويه وضبابيه الجو، وان عدم صفاء الاجواء سيعطي ان ممكن يكون في استهداف للمدنيين، وهو ما لا ترغب فيه الاداره الامريكيه. طيب. وبالطبع دي هذه حجج وهي نراها من قبل الاداره الامريكيه. وصلت الصوره الحقيقه استاذه مروه، وطبعا انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله وكل ما تفضلتي به من تحليل ومتابعه. الاستاذه مروه عبد الحليم الباحثه بالمركز المصري للفكر والدراسات، شكرا جزيلا لحضرتك.